كما ينضم إلينا المهندس ياسر كحلة نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة. مهندس ياسر أرحب بك. يا أهلا وسهلا بحضرتك. نعم مهندس ياسر، المنصورة الجديدة كيف تشكل هذه المدينة تطبيقا عمليا للجمهورية الجديدة، ملامحها ومبادئها؟ طب احنا مبدئي احنا تشرفنا النهارده طبعا بفخامه رئيس الجمهوريه اللي قام بافتتاح المرحله الاولى من المنصوره الجديده اللي تبلغ مساحتها 2063 فدان من اجمالي 7200 فدان. المنصوره الجديده زي ما قال في المقدمات البرامج ان المنصوره 7200 فدان محطوط لها 2063 فدان بطول 15 كيلو على البحر المتوسط، تم الانتهاء منها تماما. قطاع الاسكان والخدمات عندي بيشمل 19830 وحده، جميع المستويات الاسكان ابتداء من اسكان اجتماعي حوالي 1400 وحده، وسكن مصر ده 4700 وحده، ومشروع جنه مصر 11233 وحده، واسكان سياحي فيلات 1140 فيلا. طبعا المنصوره الجديده هي احدى مدن الجيل الرابع مدينه ذكيه، ودي من اهم من مدن الجيل الرابع بصفه عامه. الدوله ممثله في وزاره الاسكان بتهتم بتحقيق عناصر الاستدامه في المدن الجديده، وبالتالي فانا عندي المنصوره الجديده تعتبر مدينه للجميع بتحقق العداله الاجتماعيه فيها، موجود اسكان اجتماعي وجنه ومرورا لوصول الاسكان فيلات، مدينه خضراء مساحه المناطق الخضراء فيها تعدت 25%. انا عندي 200 فدان 2000 فدان من اجمالي 7000 فدان دي مزروعه عندي مناطق خضراء، بالاضافه ان 25% اخرى مصفحات مفتوحه مناطق خدمات، وبالتالي فانا عندي نسبه التنفيذ او نسبه الاشغال بتبقى 50% و50% الاخرى عباره عن مناطق خضراء ومناطق مفتوحه وخدمات. من احد عناصر الاستدامه في المنصوره الجديده ان هي مدينه خدميه فيها كامل الخدمات. موجود حاليا في المرحله الاولى كورنيش المنصوره الجديده اللي بيخدم رواد المنصوره الجديده، واللي بيشمل ممشى سياحي وكافيتريات وبرجولات ومقاعد وحرب دراجات وملاعب، ويشمل الخدمات عندي 2 مدارس تعليم اساسي، مركز صحي، 8 اسواق تجاريه، كل سوق 8 محلات باجمالي 64 نشاط تجاري، ومركز شرطه واطفاء، وعدد 5 مساجد، وعدد 2 كنيسه تم الانتهاء من احداثها. تضم المنصوره الجديده من ضمن الخدمات اللي انا بتكلم فيها ان هي اهم عناصر الاستدامه او احد عناصر الاستدامه في اي مدينه، ان هي بتقدم الخدمات الكامله. نعم. دي عندي جامعه المنصوره. جامعه المنصوره الجديده على مساحه 127 فدان، وتشمل كليه المعاملات القانونيه واداره الاعمال وكليه الهندسه وهندسه المنسجات وطب واسنان وصيدله وعلوم، والدراسه بدات من سنه اللي فات، يعني دي عندي سنتين دلوقتي شغاله دراسه فهي كامله. من برضو اللي حضرتك اتكلمت فيها من برضو اهم العناصر الاستدامه في اي مدينه، انا عندي في المنصوره وتحديدا مدن الجيل الرابع مدن ذكيه، مدينه ذكيه. يعني ايه مدينه ذكيه؟ اللي تستخدم التكنولوجيا الحديثه للاتصالات لخدمه المواطنين. في عداله ذكيه لكل وحده من الوحدات اللي موجوده في المنصوره اللي عدد 19430 وحده. في اعمده ذكيه بها كاميرات مراقبه وشاشات عرض وساوند للاذاعه الخارجيه، وفي تحكم الي في المراقب. يبقى هي دي اهم العناصر الاستدامه اللي الدوله ممثله في وزاره الاسكان بتسعى لتحقيقها في جميع المدن. نعم مهندس ياسر، تحدثت أو أشرت إلى منطقة الكورنيش بما فيها من خدمات ومميزات، لكن كيف يمكن أن تمثل متنفسا سياحيا سواء لأهالي المنصورة الجديدة أو أيضا لمدن ومحافظات الدلتا المجاورة؟ تمام يا فندم. تعرف حضرتك المنصورة بتتوسط محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ والغربية كمان، يعني الغربية بينه وبينها 50 حوالي 50 كيلو، وبالتالي وهي على البحر المتوسط بطول 15 كيلو، تم انتهاء من 4 كيلو 200 على البحر. ده الممشى السياحي اللي بيشمل اللي تفقده فخامه الرئيس وافتتح المدينه منها، والحقيقه الممشى السياحي منشا على اعلى مستويات وليه فكر تصميمي عالي، زي ما اشار معالي الوزير ان هو احنا ليه استخدام ان هو بيحمي المدينه من او بيحمي حمايه الشواطئ بصفه عامه
مرتفع عن منسوب البحر 2 متر ونص، وبالتالي فهو بيحمي المدينه من ما يحدث في اللاحق ان شاء الله من ارتفاع منسوب المياه البحار واختفاء بعض الجزر. وبالاضافه ان هو معمول بشكل حضاري وتصميم مميز جدا لخدمه المواطنين المصطفين وجميع الرواد المنصوره الجديده، فيها كافيتريات وفي برجولات وفي مقاعد وفي حارات دراجات وفي ملاعب زي ما وضع في الفيديوهات المنصوره في افتتاح خمسة رئيس الجمهوريه. نعم، فيما يتعلق بالمنصورة الجديدة بنتحدث أيضا عن بعد اقتصادي هام مهندس ياسر، متعلق بألا تكون هذه المدينة مجرد مدينة للسكن فقط، لكن أن تتوفر فيها الفرص المناسبة لوجود حياة متكاملة كما أشرت لمفهوم الاستدامة، يعني أبرز الفرص الاقتصادية التي ستوفر من خلال وجود مثل هذه المدينة في الفترة المستقبلية كما هو مخطط. تمام يا فندم. طبعا احنا فكر وزاره الاسكان ممثل في هيئه المجتمعات ان اي تصميم لاي مدينه بيشمل قطاعات مختلفه، يعني في عندي قطاع الاسكان وفي قطاع استثماري وفي قطاع صناعي. المدينه بتحتوي كل الانماط دي، يعني القطاع السكن اللي اتكلمت عن حضرتك قبل كده اللي هو 19430 وحده، في عندي مناطق استثماريه موجوده في المدينه اللي هي قطاعات سياحيه، اماكن سياحيه، وقطع عمراني متكامل سياحيه. وطبعا انا بشير بالمعلومه اللي هي ايه؟ ان الدوله بتصرف على المرافق وعلى الاسكان الاجتماعي من بيع الوحدات السياحيه دي، لان طبعا انا هقول لك بمثال بسيط، انا عندي المرافق شبكه المرافق المنشاه في المرحله الاولانيه فقط في المنصوره الجديده 350 كيلو شبكات راسيه، والفرع حوالي 500 كيلو. تكلفه المرافق بالمحطة حوالي 6 مليار جنيه، 6 مليار جنيه دي مفيش مستثمر هيشتريهم. فالدولة هي بتحملهم من عائد ايه؟ بيع القطع السكنية المميزة والقطع الاستثمارية. بالإضافة لحضرتك إن أنا عندي بالإضافة للقطاع الاستثماري ده في قطاع أو في جزء لوجستي أو منطقة صناعية لوجستية جنوب الطريق الدولي بمساحة 800 فدان، ودي الحقيقة هي بتنشأ فيها ورش وأماكن صناعية لخدمة المواطنين اللي موجودين في المنطقة. نعم، أيضا فيما يتعلق بالشق الاقتصادي تابعنا خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنصورة الجديدة بعض الشباب العناصر في مبادرة ابدأ، هذه المبادرة الصناعية الهامة، كيف يمكن لهذه المبادرات وتوظيفها بالشكل الصحيح أن تساهم أيضا في تنمية وتطوير المدن وما يتعلق بتنميتها الصناعية وتوفير فرص عمل أكثر للشباب المصري؟ والله حضرتك انا من اللي انا شفته وانا كنت حاضر في الخيمه، من اللي انا شفته من تواجد المستثمرين اللي المشروع ساعدهم فيه فعلا، ابدا في تخليص الرخص ولان طبعا اي اجراء نظامي يعني لازم عشان تبني المصنع لازم يبقى فيه اجراء ترخيص وموافقات ووزاره الصناعه وفي اكثر من جهه، فهم بالحقيقه من اللي انا سمعته، لان طبعا ده مش احنا كهيئه مجتمعات بعيد عننا شويه، ولكن اللي انا شفته ولمسته ان المستثمرين سعداء جدا بالمبادره دي وبنتيجتها، يعني ظهر اكثر من 10 مستثمرين في العرض او حوالي 10 اتكلموا عن تجربتهم الشخصيه في انهاء المعاملات في وقت قياسي، وبالتالي فده بيدفع المستثمرين للعمل عمل جاد يعني، وهم بيسمحوا ووعدوا رئيس فخامه الرئيس ان هم يتحولوا لمرحله اخرى من الايه من التصدير الخارجي، يعني هم بيغطوا الانتاج الجزء المحلي، وفي بعض من تكلم ان هم فعلا بدا يصدر سواء في افريقيا او في دول اسيويه. فاللي انا شايف بامانه يعني ان المشروع جميل جدا وبيساعد المواطنين، وهم منتشرين في كل المناطق على مصر، وان شاء الله نطمع ان يبقى النتيجه في اقرب وقت ونتحول من لدوله منتجه ومصدره لجميع الاحتياجات. المواطن المصري كما جاء في حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي هو بطل القصة القومية لمصر على مدار سنوات. المنصورة الجديدة ما الذي تحققه للمواطن المصري فيما يتعلق بالحماية المجتمعية وأيضا يعني توفير كل الخدمات والفرص المتكافئة والمناسبة للمواطنين بمختلف فئاته؟
انا حضرتك المنصوره الجديده بمساحتها اللي هي 2063 فدان اللي تم الانتهاء منها، بتوفر على مدار الثلاث سنين اللي فاتت دي موفره يوميا في معدل متوسط 20,000 فرصه عمل يوميا، لان الاعمال اللي اتنفذت اللي احنا وصلنا دلوقتي الدوله ضخت حوالي 22 مليار جنيه في قطاعات مختلفه. القطاعات المختلفه دي احنا استلمناها لحضرتك الاسكان والخدمات حوالي 14 مليار، والمرافق 6 مليار، وفي عندي محطات كهرباء، محطات محولات كهرباء لتوفير المياه في المدينه، وفي محطه معالجه. فبالتالي الاعمال دي كلها دي بتستوعب عمال بجميع الفئات، بتلاقي من عامل مهندس ومحاسب وخلافه، فده طبعا بتحقق فرص عمل بيعود اثره على المواطن. يعني احنا ده بيحقق في الاخر المدن دي كلها بتحقق الرخاء والتنميه الشامله. نعم، جهاز مدينة المنصورة الجديدة، يعني ما المهام المنوطة به في الفترة المقبلة ل يعني متابعة حفاظ هذه المدينة على رونقها وعلى أن يتم الانتقال إليها بالشكل الصحيح والسليم من قبل المواطن؟ تمام، هو عموما على فكرة حضرتك اللي حضرتك بتقولي ده كان توجيه من معالي وزير الإسكان اخر لقطه معانا، وهو بيكرمنا بيقول لنا حافظوا على الاعمال اللي تمت وحضرنا الاعمال اللي تمت فعلا على اعمال. الصور تبين، يعني الصور تبين حجم الاعمال اللي اتنفذت. فالمدينه عموما اربع مراحل، احنا بدانا بالمرحله الثانيه، يعني احنا شغالين مش مخلصناش شغلنا. هو دايما المدن الجديده رئيس المجتمعات المدنيه هي اللي بتمسك الشغل، بتتابعوا كتنفيذ وبتتابعوا الصيانه وبتابعوا شجره المدنين. فاحنا عندنا ادارات مختلفه بعد التنفيذ وانتهاء وتسليم الوحدات للسكان، في ادارات اخرى بتشتغل. فاحنا مش ما خلصناش شغلنا، احنا في شغل عندنا قطاعات تحت التنفيذ، احنا لنا في حاجات ثانيه، والقطاع الاولاني اللي تم تسليمه النهارده ان شاء الله احنا بنتابعه عشان في اعمال صيانه. طبعا بغرض ان الجزء اللي اتعمل ده في شبكات صرف وميه وفي كهرباء، فمحتاجه صيانه وفي تنميه، محتاجه نظافه، ففي شغل. الشغل ده مش هينتهي، احنا طول ما احنا موجودين وفينا نفس احنا ان شاء الله مكملين، وربنا يسهل الامور ونظهر بصوره افضل ان شاء الله. نعم، أشرت أيضا مهندس ياسر إلى جامعة المنصورة الجديدة، هذه الجامعة ما الذي أضافته أيضا من ضمن الجامعات للمسيرة التعليمية في مصر مع اهتمام القيادة السياسية بها بتواجد عدد من الجامعات، وأن يكون هناك في كل محافظة جامعة تسهل العملية التعليمية على الطلاب والشباب؟ تمام يا فندم، جامعة المنصورة الجديدة هي إحدى الجامعات الأهلية. طبعا الجامعات الأهلية بتتميز إن هي جامعات ذكية، يعني تتعامل بتستخدم التكنولوجيا الحديثة في إيصال المحاضرات والامتحانات الإلكترونية. يعني هي فيها شوية معايير مش موجودة في الجامعات الأولانية اللي هي في المحافظات، وبالتالي فالجامعة عليها عبء كبير إن هي تنشر المبدأ ده. والجامعة زي ما قلت لحضرتك إن هي فيها حوالي 8 كليات اشتغلت من السنة اللي فاتت والسنة دي في ترمين، وهم مكملين. عندهم معامل عاليه جدا. انا بحكم ان احنا اللي هيئه المجتمعات بالمناسبه هي اللي بتنفذ الجامعه، يعني بتنفذ كل حاجه في المنصوره، فاحنا بننفذها وبعد كده بيتنقل قصور او ايا كان بيتنقل للايه؟ لوزاره التعليم العالي، فاحنا اللي بنشرف على التنفيذ بتاعها بالفعل هيئه المجتمعات. فالجامعه فيها معامل كبيره جدا ومعامل قيمه قوي، وفيها بتستخدم كل التكنولوجيا الحديثه لرفع مستوى الطالب، وفي الاخر النتيجه ايه؟ بيظهر عندنا علماء ومبدعين من التعليم الجيد. فهي دي الهدف بتاع الجامعات الاهليه اللي هو الحصول على علماء، يعني زي العالم زويل والعلماء المصريين الاعزاء. فان شاء الله الجامعات الاهليه هتوصل بالمرحله دي ان شاء الله. شكرا جزيلا لك مهندس ياسر كحلة، نائب رئيس جهاز المنصوره الجديده.